أعزائي المشاهدين، مرحبا مرحبا بك. بكم. أنا اسمي بسام وهذه أستاذتي وان. إن الحركات التي تعلمناها في الدرس السابق قد كانت صعبة قليلا، ولكنني بذلت جميع مجهوداتي في جميع التمرينات. أستاذة، هل سنواصل تعلم حركات جديدة في هذا الدرس؟ سنبدأ من هذا الدرس تعلم حركات الدان الثلاث، مستعدون؟ الحورية ترقص بالأكمام.
تموت الحرية وترقص بالأكمام صعبة بعض الشيء لنشاهد بسام. تستهدف حركة الحرية ترقص بالأكمام الجزء السفلي من جسم الخصم. استهدف قوة دوران الجسم وانظر إليه. حسنا، جرب مرة أخرى يا بس. اخترت سلاح ننشكو، كما نعرف أن هذا السلاح يستعمل كثيرا بالنسبة لبروسلي في أفلامه، وأحببته بالنسبة للرشاقة والخفة، وتوجد فيه حركات جميلة في الاستعراض، وأهم شيء للدفاع عن النفس. أنا وانغ يانفا، أستاذة جامعية متخصصة في الكونفو. النانشاكو سلاح أسطوري عنيق، ويمكن أن يستخدم أثناء القتال العملي، كما يساعد في التدريب على المهارات. ابتداء من اليوم سوف نتعلم اللعب بسلاح النانشاكو. مشاهدينا الكرام، هل وجدتم صعوبة في تعلم النانشاكو؟ ليس مشكل، بعد قليل سنبدأ التمرينات. يا أستاذة، لماذا مجموعات حركة في الكونغ فو مهمة جدا؟ لقد رتبت مجموعات الحركة بحسب متطلبات المعارك العملية. إن المعارك العملية تقتضي المهارة والسلاسة في أسلوب الخطوة والهجوم والدفاع، فيجب أن تؤدي هذه المجموعات بكل جدية كأنك تواجه خصما حقيقيا، وفي الوقت نفسه انتبه إلى تقوية حركات محددة بالتدريب، بحيث تعرف كل الحركات وتجيد بعضها. لنتمرن على we
اضرب بسرعة للتغلب على الخصم البطيء واقم بالهجوم للدفاع. قلل من الحركة الزائدة حتى تهاجم الخصم مباشرة. غير موقعك دائما وابق يقظا. أعزائي المشاهدين، هل أتقنتم جميع الحركات في هذه الحصة؟ أتمنى أن أتمرن بجد واجتهاد. أستاذة، هل توجد حركات جديدة في الدرس القادم؟ نعم، أنا متشوق جدا لمعرفة ما في الحصة القادمة. مشاهدينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فانتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.